كاين برنامج خاص أعده الهلال الأحمر الجزائري بالنسبة لولاية قسنطينة استفادت تقريبا نقول تقريبا من 4000 محفظة مدرسية مجهزة سيتم توزيعها على مستوى العديد من البلديات قلت لك بمراعاة العديد من المعايير اللي نتقسموها مع السلطات المحلية. الهلال الأحمر الجزائري قرر أنه يوزع 125000 محفظة على المستوى الوطني والعدد مرشح للزيادة. إذن جميع الأمور اللي قررناها للتوزيع عبر المستوى الوطني سيتم توزيعها في أقصى حد نقوله 12 سبتمبر جميع المواد الأدوات المدرسية وبعض الملابس كذلك لبعض العائلات المعوزة وكذلك المأزق سنكون قد وزعناها على المستوى الوطني.